الحاكم أصدر حكمه بالإعدام شنقاً، ويشتمل هذا القرار أدناه أسماء الذوات مجرمين وحاقدين على الظلام وساهموا في ثورة الحب والحياة. أولاً الورد مجرم خطير يمسح دموع اليتامى ويشبه خدود البنات، والهوى أكبر عميل يساعد المعدوم لو ضك الحبل ينطي ثبات، وكان ثالثهم الماي وهذا سالفته كبيرة وكر لأصحاب القضية ويستحم من اسم الفرات، اشمان حبسه اشمان ضمه يستجيب يصير غيمة ينزل بدعوات مظلوم وصلاة وطبقوا حكم الإعدام، نفذوا بالوردة شنقوها بغصنها وطاحت بنص النبات، والهوى خنقه ونسيمة وعلقوا يتمرجح بنص السماء بلاي حياة، ومن اجوا للماي ما قدرت ايديهم شلون حبل اعدامهم يلتف عليه وهو ماي، احتاروا بامر الطغاة ناقشوا فكرة اعدامه ووصلوا الحل القضاة، جمدوه سووا ثلج شدوا رقبته ومن بعدها الماي مات.